اسمه أحمد فهمي، كائن حي من الثدييات. عندي 25 سنة. الحقيقة كانت تربيتي تربية عادية جدا، وأبويا راجل مكافح، أمي ست طيبة تعبت معانا الحقيقة لغاية المرحلة الإعدادية. كنت إنسان كويس جدا، كل الناس بتشكر فيا وتقول أحمد ابن الحاج فهمي، أحمد الأخلاق، أحمد الذوق، أحمد الأدب. دخلت ثانوي بقيت أقعد على الدكة النور، أي نعم نظري ضعيف ومشوفش كويس، بس كنت بحب أقعد مع العالم مش كويس، كانوا بيعلموني يعني إيه مش هقدر أقول. طبعا لما جيت تالتة ثانوي حياتي اتشقلبت بشكل غريب، مكنتش أتوقع أبدا إن أنا الشخص اللي أتمنى يعني أكون عليه لما أكبر. فشلت الحقيقة، فشلت مش أذاكر، اتجهت بقيت أشرب مخدرات، بمشي مع بنات تقريبا، كان يعني بخش البيت الفجر، أبويا الله يرحمه كان دايما بيستعجب من حالي ويقول هو أنت أحمد بتاع زمان. وفضلت يعني دخلت الكلية بتاعتي، قعدت 4 سنين ما بين خروجات وفسح وشغل عشان أصرف على المكيفات، عشان أصرف على البنات. يعني أنا فجأة بصراحة حسيت إن أنا حياتي اتدهورت، مبقتش أنا، بقيت إن أنا بدمر نفسي بنفسي خلاص بقى، كل حاجة بتروح مني، وأبويا غضب عليا وأمي يعني بقت تبص لي بصة مش كويسة، وإخواتي بقى يستعروا مني. بصراحة أنا قلت يعني لازم أقف مع نفسي وقفة وأتغير، وأقول لنفسي لأ، لازم تصلح من نفسك، لازم تغير كل حاجة مش حصلت لك، ورجع أحمد بتاع زمان. وقلت أكيد هتغير، وقلت لازم أعمل كل حاجة تخلي أبويا وأمي يرضوا عني، ولازم أبقى نموذج كويس جدا لأولادي لما يكبروا، لما يكون عندي أسرة إن شاء الله، لازم يكون ليهم نموذج جيد يحتذوا بيه.